من الرابع عمر المعاني دقيقة واحدة وكرة عرضية الآن ملعوبة داخل الجزاء جونيور رودريجو رودريجو يرد على الجميع بما فيهم أنا ويؤكد بأنه مهاجم برازيلي سعيد بهذا الهدف نشوف الكرة مرة ثانية ويؤكد بأنه يعني ممكن يكون في أي لحظة موجود وانه يسجل التمريره كانت من حاتم في المره الاولى من جونيور اساس التمريره رودريجو استقبل وسدد على طول كره مرت الى شباك الحسين هدف للفيصلي هدف اول يضع الفيصلي في المقدمه فني حسام حسن لتحديد خطه العمل في الفتره المقبله وابو خضرة حاتم كان اكرم من في الملعب ويكرم الفيصلي وجمهوره بالهدف الثاني حاتم بالكرة الماضية يسجل التقدم هذا هو عبد الإله الحناحنة التحضير كان بقدمه اليسرى بالرغم من أنه يلعب بقدمه اليمنى والرأسية التي لا تصد ولا ترد وحاتم وفرحة وباتجاه الكاميرامان هذا هو الحناحنة باليمين برفع باليسار برفع وأبو خضرة باليسار وبالرأس يسجل هدف فيصلاوي ثاني هدف بالتأكيد من 25 دقيقة إلى حسون الشيخ 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 هدف بكل هدوء بكل خبرة بكل روقان حسون الشيخ هي القصة جونيور صنع هدفين من أصل 3 أهداف للفيصلي حسون بغمزة ونظرة ولمسة وبالتأكيد حسون لم يحتفل بالهدف بسرعة توجه للاعب البرازيلي جونيور للتعبير عن الفرحة ورد الجميل حسون وقصة الهدف الفيصلاوي الثالث